العسكرية في سوريا وتحديداً في العاصمة دمشق، كان لابد لنا من الوقوف عند سوق وحمام الأرماني الذي يعتبر أحد أهم الأماكن الأثرية وأقدمها في دمشق، حيث يصل عمره إلى ما يزيد عن 80 عاماً. عند دخولك إلى الحديقة لابد أن تشاهد بداية حمام الأرماني، وهو أحد أهم الحمامات الدمشقية القديمة، يتميز بحجارته البيضاء الأقرب إلى اللون الأصفر والتي تشبه الطابع الروماني في البناء. أما السوق فكان يسمى أيضاً بسوق الأرماني، وكان عبارة عن محلات مؤقتة من الصفيح والتنك تباع الطيور بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخضار والفواكه وغيرها، ويقبع بجوار ساحة المرجى في منطقة أثرية تضم العديد من الأبنية والمواقع التاريخية كسوق الخيل وشارع الملك فيصل والسوق العتيق وغيرها، حيث تم إزالتها ليحل مكانها حديقة خضراء يتربع فيها حمام الأرماني. سوق قديم كتير، يعني مثل سوق الهال هنيك القديم تبع الخضرة، هون كان مختص بفراريج وشغلات يدوية يعني، بس أكتر شيء بيبيع الفراريج ولحمة يعني، وهذا الحمام اللي هون كمان موصول معه. هذا السوق عمره يعني من فوق 60-70 سنة. أنا وقت ما كنت أدى الولد ها كنت أنزل على السوق، كانوا هم بياعين جاج ولحامة وبياعين فلافل وبياعين مقادم وبياعين، هدول مشوا بيقعد بيشوا على الفحم. بقى أنا هون هالمركز ها بيجي من جميع القرى يعني. إلى هنا تكون رحلتنا في هذه المنطقة الأثرية قد انتهت، لنتابع في حلقات قادمة المزيد من المواقع الأثرية التي تذخر بها عاصمة الياسمين وسوريا، وطن الخير والحضارة.